الناس بتطالب يا استاذ تامر ان احنا نعمل محاكمات عسكريه للارهاب. نعم. مش كده؟ ان جربناها زمان ونفعت. وكان ليها المحاكمه. وقانون الطوارئ كمان على لساني جربناه ونفع. انا على فكره انا بقول كده يعني انا بقول كده بشكل علني يعني وكبرلماني بقول ده بشكل علني ان انا ومن يخشى القانون الطوارئ او يخشى المحاكمات العسكريه ارهابي او له مصالح على لساني برضو دي. خليني اقول بوضوح ان حاله الطوارئ الدستور نص على ان الحق اختص به السيد رئيس الجمهوريه وحده لفرض حاله الطوارئ وفق الدستور بعد موافقه مجلس الوزراء واغلبيه مجلس النواب. ايوه الكلام ده عملناه في ونص النص الدستوري بيتحدث عن مدد محدده لهذا لفرض الحاله يعني. الكلام ده عاملينه في شمال سيناء وبيترتب عليه فرض حاله الطوارئ العمل بقانون الطوارئ وبيترتب على العمل بقانون الطوارئ وفق المواد 8 و9 ان انت يا بتشكل محكمه امن دوله طوارئ او محكمه مختلطه من الضباط اللي ما يعرف المحكمه العسكريه. ده شق ده حل يعني من ضمن الحلول. الحل الاخر نعيد الماده 6 اللي موجوده في قانون الاحكام العسكريه رقم 66 الى الحياه من جديد اللي هي بتدي الحق للسيد رئيس الجمهوريه احاله قضايا الارهاب للمحكمة العسكرية. هنصطدم بنص دستوري اللي هو بيتحدث عن ان اختصاصات القضاء العسكري اللي هو اتكلم فيه بفقرة واضحة انه لا يجوز محاكمة المدني امام القضاء العسكري. هو بيتكلم على اني مدني مش اللي متورط في مهاجمة منشأة عسكرية واسلحة لا مش ده. هو بيتكلم على القضايا العادية زي قضية مثلا الكنيسة الاخيرة. انا جبت متهم ما اقدرش اوديه للمحكمه العسكريه. ازاي؟ ما اقدرش مع القانون والدستور. هل ده كان موجود في 71؟ دستور 71؟ كان موجود. كان موجود في 71.